السلام عليكم. خلال هاد الفيديو غادي نبداو نلعبوا معكم كبير، نجرو معكم يعني طويل، لعبوا طويل ماشي قصير. دين غادي نبينو خلال الفيديو، وبعد تحية للأحرار والحرائر والشرفاء والشريفات، وكيفاش المفاوضين يتمتوا الشغيلة سقطوا في الفخ ديال وزارة التربية الوطنية، والدهاء ديال المفاوضين اللي تيمثلوا الإدارة حتى تأجج هذا الوضع. إذن خلال الفيديو غيكون مخالف وما غينتبه ليه حتى شي واحد من هادو اللي هاد الطبالة، ولا من هاد اللي تيقول لك هما عندهم تكوين أكاديمي. بغيت نقول لكم راه ما عندهمش لو تيران. اللي ما عندوش لو تيران ما عندو والو. إذن خلال الفيديو نلعبو معكم كبير واللعبو طويل ماشي قصير. إذن تبعوا معايا مزيان باش تفهموا، وباش غنحاول ما غنقولش عبارات اللي هي دايره، باش تبارطاجوا هذا الفيديو على نطاق واسع باش تعرفوا هذا الشيء اللي كاين شكون اللي تسبب فيه. ضعف التفاوض للاسف الشديد ديال الممثلين ديال الشغيله التعليميه، او ما تنبغوا حنا نقولوش الشغيله، باش لان الشغيله تحيلنا الى القطاع الخاص والى مدونه الشغل. نقولوا لرجال ممثلين، لرجال ونساء التعليم مؤتمنين على الحقوق والواجبات ديالهم، اللي المفروض يكونوا مفاوضون اكفاء ويعرفوا كيفاش يناوروا مع المفاوضين للوزاره لها من الامكانيات ما يكفي باش توظف الخبراء ديال الخبراء ديال القانون والتشريع، زيادة عن الدهاء ديال المهندسين ديال المالية الذين يبحثون دائما عن تقليص الكلفة باش ينعمون بدي بريم محترمة في آخر السنة، وشتو الزيادات اللي تتزادهم لأنهم فعلا يوفرون بالدهاء ديالهم يعني اعتمادات هامة بالنسبة للخزينة. إذن غادي نتقاسموا معكم هاد الفخ وهاد باستيوس اللي داروا عليهم وسقطوا فيه. هو اللي دار هاد المشاكل، وما غادي تقولوش ليا بأن الوزير أقنعته النقابات بخارج السلم، بل النقابات طاحت في الفخ ديال الوزارة بهذاك الخارج السلم، ولا بزيادة في الأجور إلى آخره، طاحوا في الفخ ديال المطالب المركزية وخلطوا العرارم وخلطوها مع المطالب القطاعية تخص القطاع، وكان هما خاصهم يركزوا على ما يهم القطاع والملفات القطاعية وتكون لها الأسبقية، خصوصا من يلتزم أخنوش وقال لك حنا سنقوم بتسوية جميع الملفات القطاعية مهما كلف الثمن. وجاد أكد ذلك الناطق الرسمي للحكومة بيطاس، وقال صراحة أن الحكومة ستلتزم بتسوية جميع الملفات القطاعية مهما كلف الثمن. وفي آخر المطاف داوهم تلعوين وردوهم عطشانين وخلطوا لهم العرارم وخلوهم تيطالبوا بالملفات المركزية ذات الطابع المركزي، الحوار الاجتماعي الذي يخص جميع موظفي الدولة بخص يكون منفصل ومنعزل عن الملفات القطاعية، بدل من يركزوا على الملفات القطاعية ويخلوا
الوزير ليلتزم بحل جميع الملفات القطاعية بعدها، حصر النواقص والعيوب والثقوب والاختلالات الهرميات والتهذيب اللي جاء بها النظام الأساسي 2003 من أجل تصحيح جميع الأعطاب وتسوية جميع الملفات القطاعية اللي حصرها في 27 ملف في هاوي. ومريضنا مع الدوباس جوهم تل الأخير وخلوهم هما يديروا البلوكاج، ويقول لك نؤثر تجويد العرض على البرمجة الزمنية، هذاك الشيء اللي بغات الوزارة وما عطلتهمش. وفعلت المذكرة المنظمة للعلاقات بين النقابات والمصالح الوزارية، مذكرة سنتر وفديسات، وشكلت آنذاك لجنة تقنية لصياغة النظام الأساسي، وحرمت النقابات باش تحضر في هذيك اللجنة حتى كملوا صياغة النظام الأساسي على خاطرهم في نهاية دجنبر 2022، وانتهوا آنذاك. وكانت النصوص التنظيمية والنصوص التطبيقية والقرارات ومسودة النظام الأساسي جاهزة، اللي عيطوا عليهم وعرضوا لهم داك الشيء على الشاشة وحيدوا منهم حتى التليفونات باش ما يخرجوا حتى حاجة، وخلوهم طاحوا في المشكل ديال المطلب الوحيد ديال الدرجة الممتازة أو خارج السلم، اللي ولا الوزير تيخرج تيقول لك النقابات طالبت مني باش نحل فقط درجة إحداث الدرجة الممتازة خارج السلم فقط، واختازل جميع الملفات المطلبية القطاعية اللي ما عندها حتى علاقة بالدرجة الممتازة، لأن الدرجة الممتازة عندها طابع مركزي تخص جميع موظفي الدولة، وبالتالي في جميع الأنظمة اللي داروا لها، يعني سواء اللي بنوها جديدة بحال ديال الجماعات، سواء اللي قاموا بالمراجعة ديالها، استفدت من الدرجة الممتازة جميع الموظفين ديال الدولة الذين كانوا محاصرين في الدرجة الأولى، استفدوا من الدرجة الممتازة. إذن شنو هو الجديد؟ لا جديد، الدرجة الممتازة حلت على الصعيد المركزي، ولكن خلاو النقابات هي التي تطالب باش الدرجة الممتازة تنزل من المركزي إلى القطاعي، ويقول لهم مدخلينهم في هذاك الفخ ومبلوكيين لهم معالجة وتسوية الملفات القطاعية مقابل الدرجة الممتازة، في حين هي تحصيل وحاصل. لو النقابات ركزت فقط على الملفات القطاعية وخلت الوزارة الوزير بن موسى وخنوش يوفي بالالتزام ديالو وهو بحل جميع الملفات القطاعية، ما كانش هذا الشيء غادي يكون، ما كانش هذا الشيء هذا الاحتقان غادي يكون، وما كانش الدرجة الممتازة غتبلوكي تسوية الملفات القطاعية الأخرى اللي التزمت بها الحكومة وكان ضامن بشكارته هو رئيس الحكومة، وما كانش غيكون هذا الاحتقان، وما كانش وما كانش وما كانش غيكون الهدر ضد الزمن المدرسي، وما كانش غيكونوا هاد الاحتجاجات إلى آخره. في الوقت اللي كان أن النقابات تركز عن التعويضات اللي كينا في النظام الأساسي ديال 2003 اللي تيستافدوا منها فقط الإداريين ومن معاهم، ويقوموا بإحداث تعويضات تكميلية وتعويضات عن المهام بالنسبة لأطر التدريس، وتكون مراجعة ديال التعويضات يعني عن التدريس وعن التأطير والتدرج الإداري والتدرج الإداري، وأيضا تعويض عن الأعباء، وآنذاك تكون هناك مراجعة للأرقام الاستدلالية بالمماثلة مع الصحة ومع التعليم العالي، لأن هذه القطاعات بثلاثة كانت لهم الأولوية، والوزارة والرئاسة الحكومة التزموا بأنهم أعطوهم الأولوية وتكون لهم نفس التسوية. إذن خلوهم شهر سعود رفعوا مطالب هما التي طالبوا بأن الملفات اللي ذات الطابع المركزي منها الدرجة الجديدة ومنها زيادة اللي يسموها الزيادة في الأجور إلى آخره،
ينزلوها الى الحوار القطاعي، وبدهاء من المفاوضين الذين يمثلون الإدارة خلوهم يعني وقعوا في هذا الخطأ الجسيم، وخلوهم تطالبوا بمطالب زيادة في الأجور وإحداث الدرجة الممتازة اللي هي تحصيل حاصل، وخاصة طرح في الحوار الاجتماعي وكيما غادي يستافدوا القطاعات الأخرى تا هما راه غيستافدوا، ولكن خاصهم هما يركزوا على الملفات القطاعية ديالهم تحل، ولاو جايبين لهم الدرجة الممتازة، وهذه الدرجة الممتازة الحكومة حلتها في جميع الأنظمة الأساسية المطروحة الآن، ورجعوا وشوفوا الدرجة الممتازة أن جميع الموظفين للمسار المهني ديالهم محدود في الدرجة الأولى، فتحوا لهم الدرجة الممتازة في الأنظمة الأساسية ديالهم، في حين أن هذه الدرجة الممتازة بما أن النقابات هي اللي طالبت باش الحوار المركزي يرجع إلى الحوار القطاعي ويخلطوا العرارم، ولاهم بلوكينهم بالدرجة الممتازة لأصحاب المسار المهني المحدود، وهو راه تحل بالنسبة لجميع الموظفين ديال الدولة في الأنظمة الأساسية ديالها، وبقات الملفات عالقة 19 ملف اللي ما دخلوش في الاتفاق ديال 14 يناير نهائيا. فكان يجب التركيز على الملفات ذات الطابع القطاعي والمعالجة ديالها كلها بدون قيد أو شرط، ويخلوا الملفات ذات الطابع المركزي تحل مركزيا بعيدا كل البعد للآن. ترى رئيس الحكومة ولا بن موسى ولا تيقول لك هذيك الدرجة الممتازة لأنها راها من أجل تجويد العرض، بحال هو راه حلها قطاعيا، هو ما عندوش الصلاحية أصلا باش يحدث درجة ممتازة للدرجة الجديدة، أصلا كانت مطلب مركزي وكانت غادي تحل على الصعيد المركزي، وكان حتى الأساتذة المحاصرين في الدرجة الممتازة ستفتح لهم درجة استثنائية إسوة بباقي الموظفين ديال الدولة، ولو حارمينهم. إذن دائما يتم التآمر على قطاع التربية الوطنية، دائما يؤججون الأوضاع بتأويلاتهم الخاطئة التي تضيع الحقوق كعادتهم. إذن ماشي غجي وتفاوض، ماشي أجي وحل عينيك وخرج عينيك، تريكة سريفيحة، تريكة المكرب، دور 120.